وحول الوسائل والأدوات التي تتبعها هيئة تنظيم سوق العمل في نشر الوعي بين صفوف العمالة الوافدة، أشار العبسي إلى وجود نشرات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال آلاف الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة التي تحتوي على رسائل وروابط تحتوي معلومات توعوية. نحن نستخدم نوعين من نشر الوعي، النوع الإلكتروني كإرسال الرسائل النصية وكإرسال أو النشرات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلنا منذ بداية الأزمة 1,720,000 رسالة نصية. هذه الرسائل النصية بعضها فيها مسجات وبعضها فيها رابط يأخذهم إلى الموقع الإلكتروني بحيث أن يروا التفصيل الرسائل التوعوية، كذلك صفحة الهيئة على موقع الفيسبوك، لأن العمالة الوافدة تفضل الفيسبوك من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي. رأوا حوالي 577,000 شخص المنشورات التوعوية اللي موجودة عليها، ولكن عن طريق التواصل المباشر مع الجاليات عن طريق دور العبادة وعن طريق الجمعيات والأندية وزعنا مئات الآلاف من المنشورات المطبوعة التي وصلت إليهم عن النظافة الشخصية، عن التباعد الاجتماعي، عن الابتعاد عن التجمع، عن الاتصال والتبليغ في حالة وجود إصابات أو أعراض.